لدى ترأس سموه اجتماع عمل لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية، وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الوزراء والمسؤولين إلى التعامل الجدي والبناء ما يطرحه المواطنون عبر مختلف وسائل الإعلام، ومعالجة أي معوقات تعترض إنجاز المشاريع الخدمية وإزالة ما يحول دون إتمامها. شدد سموه على أن راحة ورضا المواطن وتحقيق كفايته من الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجاته تحتل الأولوية في كل برامج وخطط الحكومة، وأن المعيار الذي تنطلق منه آلية عمل الحكومة في ذلك هو التأكد من مدى أثر المشروعات في تقديم الخدمات لتحقيق جودة الحياة للمواطنين. وأكد سمو أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل النهوض بمستوى الخدمات والارتقاء بها واستكمال تنفيذ المشروعات دون إبطاء أو تأخير لما تمثله من أهمية حيوية في تسهيل حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد عقد صباح اليوم في قصر القضيبية اجتماع عمل ضم وزراء الإسكان والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والعمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار ما يوليه سموه من اهتمام مستمر بمتابعة شؤون المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم. وقال سموه أن غاية الحكومة هي ضمان سبل الرفاه للمواطنين على مختلف الأصعدة وتوفير متطلباتهم الحياتية بشكل مستدام. وأكد سموه دعم الحكومة واهتمامها بمشروعات البنية التحتية والإسكان وغيرها من المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطنين لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية وتأمين نوعية حياة أفضل للمواطنين. شدد سموه على أهمية إعطاء الأولوية في عمل الوزارات والجهات الخدمية إلى تكثيف الزيارات الميدانية للقرى والمدن والالتقاء بالمواطنين للتعرف بصورة مباشرة على احتياجاتهم. وبعد أن استمع سموه إلى شرح من وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر حول سير العمل في عدد من المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان، وجه سموه إلى إيجاد السبل الكفيلة لتلبية الطلبات الإسكانية في كافة المناطق والاستعجال في تنفيذ المشروعات الإسكانية الجارية. أكد سموه أن الحكومة مستمرة في استراتيجياتها الهادفة إلى توفير السكن الملائم للمواطنين وتبني المبادرات التي تقلص من قوائم الانتظار للانتفاع من الخدمات الإسكانية. كما استمع سموه إلى شرح قدمه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من عصام بن عبد الله خلف حول المشاريع التي تقوم بها الوزارة في مختلف مدن وقرى البحرين، ومنها المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة المحرق لإعادة تطوير منطقة حالة بوماهر، إضافة إلى مشروعات الصيانة وتطوير الطرق ومعالجة مناطق الازدحامات المرورية في عدد من الطرق الرئيسة والتقاطعات الحيوية. كما تابع سموه مشروع تطوير حديقة المحرق إضافة إلى تطوير مشروعات البنية التحتية من الطرق والجسور والحدائق والمماشي والمرافق في مختلف محافظات المملكة. ووجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعجال في توفير المزيد من مواقف السيارات في محافظة المحرق وغيرها من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما اطلع سموه على الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تفقد وتلبية احتياجات أهالي عدد من القرى والمناطق بمحافظات المملكة والوقوف على كفاية الخدمات المقدمة لهم، حيث قدم السيد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بيانا لسموه بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار. وقد وجه سموه إلى استمرار العمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه المواطنون من حياة كريمة عبر تلبية احتياجاتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تقدمها الوزارة من المراكز الاجتماعية ودور الرعاية ومراكز التوظيف وغيرها. طبعا في إطار متابعة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في كل المواضيع اللي تتعلق بشأن المواطن، تشرفنا اليوم بلقاء سموه في جلسة عمل لمناقشة كل ما يرد من التماسات من المواطنين فيما يتعلق بالإسكان أو المواضيع الأخرى. طبعا تشرفت بأن أحط سموه بإيجاز عن سير عمل مشاريع في وزارة الإسكان بشكل عام، وأيضا الطلبات، وأيضا نتائج زيارتنا لبعض القرى اللي وجه سموه في أن نزورها ونجلس مع الأهالي وكيفية استيعاب هذه الطلبات. وبينت أيضا لسموه
أن كل الطلبات هذه إحنا ماخذينها بعين الاعتبار بمشيئة الله تعالى، وأن الوزارة أيضا تعمل على إيجاد فرص من خلال أراضي متاحة، وأيضا بعدها يتم تخصيص الميزانيات للشروع في تنفيذ المزيد من المشاريع في حدود المناطق اللي زرناها. طبعا هناك في جهد متواصل من قبل الوزارة ومن قبل أيضا الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإيجاد هذه الأراضي، ومن ثم إن شاء الله راح يتم رصد الميزانيات للشروع في تنفيذ هذه المشاريع كمشاريع مستقبلية. أيضا حبيت بس أنوه أن هذه أيضا تأتي متابعة من سموه للمذكرة اللي رفعناها لمجلس الوزراء الموقر، ومن ثم أحالوها إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، اللي أيضا هي بالتوازي مهتمة في هذه المواضيع وقاعدة تتابعها ويانا. فلله الحمد هناك متابعات من سموه ومن اللجنة الوزارية ومن الوزارة ومن المؤسسات الأخرى لتحقيق كل ما يوجه فيه سموه. خلال اجتماع العمل الذي عقد هذا اليوم هذا الصباح برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، تم استعراض الخدمات التي والمشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مختلف مدن وقرى البحرين. تأتي كل هذه المشاريع وكل هذه المبادرات بناء على هذه التوجيهات الكريمة، وحاليا تقوم الوزارة في عدد كبير من هذه المشاريع الصغيرة منها والكبيرة في المناطق الأخرى في القرى والمدن. تم زيارة أكثر من 15 قرية والالتقاء بالأهالي والمندوبين البلديين وأيضا أصحاب السعادة النواب، وتم حصر هذه الاحتياجات وتم العمل بالفعل في تنفيذ هذه الطلبات في المحافظة الشمالية. على سبيل المثال قارب العمل عن الانتهاء من مرفأ الدراز وتطوير عدد من القرى في عدد من الطرق الداخلية في منطقة الدراز وبني جمرة وباربار. يتواصل العمل أيضا في منطقة الرفاع وأيضا كل المناطق في مجال البنى التحتية من مشاريع طرق وصرف صحي وأيضا المشاريع البلدية من المماشي وأيضا الحدائق. وأعطينا الاهتمام في المرحلة الحالية على أمور الصيانة والنظافة والحراسة في المرافق المختلفة. الحقيقة أن تفضل صاحب السمو رئيس الوزراء صباح هذا اليوم ووجهنا حول العديد من البرامج الاجتماعية التي يتم حاليا البدء بتنفيذها في مختلف قرى ومناطق البحرين. دائما المشروعات الاجتماعية التي تعنى بالأسر وتعنى بالفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين أو المسنين أو تقديم المساعدات الاجتماعية والعناية بالأسر تحظى باهتمام خاص من قبل صاحب السمو رئيس الوزراء. اليوم استعرضنا عدد كبير من المشاريع اللي وجهوا فيها الحقيقة في مرحلة سابقة والآن أخذت طريقها إلى التنفيذ. عندنا مشروع المركز الاجتماعي الشامل في منطقة البديع يخدم جميع قرى منطقة البديع. عندنا مركز للعناية بالمسنين وبالوالدين نادي نهاري في جد حفص يتم استكمال إنشائه. عندنا مركز عالي للعناية الشاملة بالمعاقين يتضمن 9 مباني متخصصة في مختلف شرائح وفئات الإعاقة. عندنا مشروع كبير في مدينة عيسى مركز اجتماعي شامل أيضا للرعاية الاجتماعية والعناية الاجتماعية. عندنا مركز مدينة حمد
للاهتمام بالمختلف التأهيل والأحداث ويعني كثير من العناية بالطفل. حقيقة منظومة العمل الاجتماعي منظومة كبيرة، عندنا نادي أيضا في جد حفص والقضيبية للوالدين للعناية بالوالدين، عندنا مركز في المحرق تم افتتاحه مؤخرا في مركز اجتماعي ويضم أيضا مركز للتوظيف. صاحب السمو وجهنا بأن نقوم بمتابعة دقيقة لمراحل تنفيذ هذه المشاريع بحيث أنه يتم الانتهاء منها خلال العام 2019. هذه راح توفر قاعدة للتنمية الاجتماعية في البحرين، للعناية بالأسرة، للعناية بالفئات المحتاجة، للتعاون مع الأهالي في مختلف المناطق لإجراء تنمية اجتماعية حقيقية في مختلف قرى ومناطق البحرين.